ورجعنا مرة تانية بعد الاستراحة. بصوا بقى شكل الفول لازم يبقى فيه صوص كده شوية. هبدأ اشتغل هنا في الطشة، اجهزها له اول ما يدخل في التسوية عشان يبقى فيه صوص، يعني ما يبقاش الفول بياخد تسويته وبيمتص كل الصلصة او السوائل فتلاقوه جاف. وطبعا لو الفول الاخضر زي ما اتفقنا هيبقى رائع، وهو ده الفول المقلي او المفصصة او الفولية. طيب انا بجهز هنا طشة، سايبة البتنجان، حشينا الطماطم في الفاصل عشان احنا عملنا مع بعض الخلطه الحلوه دي، زودت بس شويه جزر، خدت من الخلطه اللي احنا عملناها وخدت شويه جزره مبشوره واحده. جربوها كده وكلوا الطماطم المخلله دي وادعوا لي وقولوا لي راي حضراتكم ايه برشه النعناع اللي حطيناها في الاخر. دلوقتي هعمل هنا وصفه بتاعه الكشك الفول، هي برده بسيطه جدا قريبه من اللي احنا عاملينه ده، لكن بيضربوه في الخلاط وبيعملوا له زي ما عملنا في البصار. ابقى عملت كل الحاجات اللي حضراتكم طلبتوها. طيب وصفة الكشك الفول، عندي كوبايتين فول مدشوش مثلا او كوباية على حسب الرغبة، عندي معلقتين كبار من الدقيق، ثوم مفروم، بصلة مفرومة، مكعب مرق، كمون وشطة حسب الرغبة، كزبرة جافة، ربع كوباية مية، ملح وفلفل وبصل مقرمش. طيب انا هبدأ هنا عشان اكسب وقت واحط الفول هنا يبدأ نشتغل عليه. بسم الله هحط كده شوية زيت، هقلي فيهم البصلة. بسم الله هنا اهو، نقلي البصله الحلوه دي، وخليني هحط معاها هطعم برضو معلقه، نص معلقه سمنه كده، فصين توم صغيرين او فص توم واحد. وهجهز هنا لطشه بتاعه المفصصه او الفول المقلي اهو. هنقلب بقى هنا البصلايه الحلوه دي، رشه ملح كده ورشة من الفلفل بسيطة صغننة عشان تدي طعم للبصلاية، وبعدين هحط مكعب المرق، رشة من الكمون. عايزين نخلي البهارات دي تتعلي تعلى جدا طعمها كتايست حلو، أول ما بتتشوح بتبقى رائعة في الوصفة، تديها كده طعم تاني خالص. نشوح مع بعض كده تشويحة حلوة، وهننزل بيه عصير الطماطم. ايوه، او الصلصه او عصير الطماطم. ايوه، تسلم ايدك يا مصطفى، شكرا جزيلا. بسم الله اهو، ونقلب كده تقليبه حلوه. وبعدين هنزل الفول هيستوي فيها برضو، منقوع من قبل بيوم اهو. اخد كده وصفه حبه صغيرين عشان ايه يبقى مظبوط، ونقلب تقليبه حلوه. هنسيبه بقى كده شويه حلوين ياخد السوا بتاعه لحد ما نيجي لمرحله معينه هقول لحضراتكم هنعمل فيها ايه. نبص بص على الطشه بتاعتنا، هاخد كده شويه من ايه، بسم الله، الثوم معاهم الكزبرة، معاهم شوية كزبرة خضراء هتتطاير دلوقتي عايزة ألحقها كده. الثوم بس يبقى لونه ذهبي، مش عايزاه يتحمر ولا يبقى حاجة وحشة كده. شايفين ازاي؟ ومعانا دينا، أهلا يا دينا، اهلا وسهلا. كيفك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا بيكي. الشياكه والاطلاله الجميله كل يوم بنتسال بحضرتك والله. يا رب يسعد قلبك دايما يا روح قلبي، والله ربنا يخليك حبيبتي، كلك ذوق. بسم الله. والف شكر لحضرتك على مفاجاه امبارح بتاعت التطبيقات، بجد اسعدتينا. ربنا يخليها لك يا حبيبتي، ودايما يعني تفرحي بيها وتشوفيها احسن بنوته في الدنيا. انت حضرتك مصدر فرحتنا، والاهلي هو مصدر فرحتنا، ويا رب النهارده نكسب البطوله ال11 ان شاء الله. امين يا رب. دعواتك بقى يا دندون، دعواتك للنادي الاهلي، كلنا بندعي والله. ان شاء الله اكيد. ان شاء الله. نتصل بحضرتك بكره بقى، يبقى البرنامج كله تهاني وفرحه ان شاء الله. يا رب حبيبتي، ربنا يسمع منك باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا حبيبه قلبي، تسلميني يا دندون.
بصوا بقى وصفه كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله طعم بقى مش قادره اقول لحضراتكم حكايه. ما تيجي يا مصطفى تطلع لنا الباذنجان ده، بصوا الجمال، الله الله، شايفين الجمال؟ تعالوا بس ايه اروق الايه، امسح حواليها. عايزين نصفي الباذنجان بعد اذنك بالراحه كده، مش عايزين يعني بالسبايدر، بلاش بالملقاط الشبك عشان ما يطراش مننا. تسلم ايدك يا مصطفى. بصوا بقى نحط الوصفه القمر دي، بسم الله الرحمن الرحيم، نحطها في العرض هنا جنب الطماطم المخلله، وبعدين نبدا نشوف هنعمل ايه. انا هدوب هنا بس في بوله صغيره معلقتين دقيق صغيرين عشان اجهزهم لما اعمل كشك الفول، هما اللي بيربطوا الفول معايا كده، معلقتين صغيرين، مش عايزاه يعني يبقى قوامه شويه زي قوام البصاره تقيل شويه يعني. هحط له شويه ميه طبعا، وطبعا لازم احط للدقيق ده ميه ساقعه، خليني املى من هنا، سيبك براحتك، بسم الله. وهنقلب بقى تقليبه حلوه كده، ندوب الايه الخليط ده كويس قوي عشان ابقى مجهزاه للكشك. ده ماده الربط، انا هضربه في الخلاط، عايزه انعمه زي كشك الالمازيه، لكن في ناس بتحب الحقيقه تحطه زي ما هو في قوام الفول المدشوش، براحه حضراتكم، دي حاجه ترجع لكم يعني كده. تسلم ايدك يا مصطفى. هبدا بقى اخد الباذنجان كمان كده، ندوب تدويبه حلوه. قولوا لي معانا مين؟ وطبعا لو حضراتكم حسيتوا في كلكعه وانتوا بتصبوه صفوها، حطوا مصفه وصفوها واعملوها تبقى امن يعني عشان تبقوا ضامنين انها ايه مش متكتله ولا حاجه. طيب احنا كده خلاص خلصنا دي، اسمحوا لي ايه هرجعها هنا، وهاخد الباذنجان هنا. الخلطه بتاعه الباذنجان فين يا حبايبي؟ خلطه الباذنجان اهي، خلاص تمام لقيتها، تسلم ايديكم. هاخد بصوا كبشه، اللوش اللوش، طيب هاخد كده كبشه من ميه الباذنجان، بصوا الميه اللي كان فيها عصير ليمون وده اتسلق فيها الباذنجان، كبستين كده صغننين عشان لما احشي الباذنجان اهو. وتعالوا بقى نبدا ايه نحشي الباذنجان ده مع بعض في الطبق الحلو ده. خلي بقى دول هنا ونشيل ده كده، وتعالوا ايه نحشي عقبال ما كشك الفول الكشك الفول اهو. نبص بصه يغلي غلوه، انا هاخده اضربه دلوقتي حالا في الخلاط، ونبدا نعمل له الايه الدقيق بتاعه المعلقتين دول، ونعمل له بصل مقرمش برده زي ما احنا متعودين. بسم الله كده، يلا بينا، بسم الله يلا بينا. ناخد بقى كده، بصوا الباذنجان هفتحها لحضراتكم شوفوها من جوه. معانا ام جوزيف، يا صباح الورد، شايفين الباذنجان من جوه عامله ازاي؟ صباح العسل يا جماعه، صباح الفل، صباح الفل عليكي حبيبتي، عامله ايه يا قلب؟ ربنا يخليك وتسلم الايادي يا عمر، تسلمي تسلمي يا رب، تسلمي حبيبتي وتعيشي، ربنا يخليكي حبيبه قلبي. ربنا يديك الصحه يا رب. بصي يا شو عظيمه، اموري لو عايزه اعمل الباذنجان بس مش عايزه الامر لله وحده، بس عايزاه اعمله اللي هو ني في ني، ني في ني، عايزه تعمليه زي المكدوس يعني؟ اه حاضر من عيني، بس هو يحتاج مرحله بقى هقول لك عليها. تسلم تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي. طيب يا قلبي ماشي، هقول لك عليه. عينيا يا ام جوزيف، الني في ني ده بيبقى رائع، هنعمله اسمه كبيس الباذنجان، ده بيبقى روعه، خلينا نعمله لحضراتكم، بس بياخد وقت شويه معانا يعني من المخللات اللي بتقعد وقت طويل. والمكدوس حضراتكم عارفين برضو لازم نديله سلقه، بس هي عايزاه ني في ني يعني الباذنجانه تبقى ني. بصوا شايفين الباذنجانه قلبها ابيض ازاي؟ في ميعادنا بالظبط على فكره.
بيقولوا لي ساعتك كام؟ اقول لهم ايه؟ طيب بسم الله. بصوا هو سخن طبعا، المفروض يبرد شويه، بس انا يعني لازم اتعامل مع الموقف طبعا. ده حضراتكم لو في علبه بعد ما تخلصوا الحشو هتصبوا باقي التتبيله دي على العلبه من فوق البتنجان، وتجيبوا كيس من اكياس الثلاجه وتغطوه من فوق عشان يحتفظ ومفيش ريحه ليه تطلع ولا حاجه. بصوا البتنجان من جوه روعه، وصفه تجنن. الفلفل برضو الرومي الاحمر مع شويه الحاجات الحلوه، نص معلقه صغيره من الهريسه، حاجات. بصوا البتنجان قلبها ابيض ازاي، ده اهم حاجه في سلق البتنجان. بتعملوه للمكدوس، بتعملوه للبتنجان بتاعنا، وطبعا صحي اكتر، يقعد معانا فتره اطول طول ما احنا محتفظين بدي. الجزء ده هو اللي ماسك البتنجانه وحافظ السوائل جواها وحافظها. لو حضراتكم عايزين تشيلوه وقت التقديم فقط عند السفره، لما هتكونوا هتقدموا كام واحده على حسب الاعداد، حضراتكم تروحوا قاطعينها بالسكينه بس، غير كده هتسيبوا الباقي زي ما هو عشان يقعد معاكم وقت كويس. دلوقتي بقى هروح لكشك الفول، اضربه في الخلاط، وطبعا زي ما انتم شايفين كده الخلطه دي مش هتترمي، الخلطه دي هيتحط فيها البتنجان علشان يحفظوا في علبه وفي التلاجة، وصحه وهنا على قلب حضراتكم. هنروح بقى نستعد لكشك الفول، هنضربه كده ضربه سريعه بفضل الله. بسم الله، ناخد كده ونرفع. وخليني بقى، انا هحتاج لوش بقى طبعا ضروري لازما ولا بد يا مصطفى. ان شاء الله. صوتكم بعيد قوي، مش عارفه ايه السبب كده. ايه مفيش اي تحديث. كده ايه، اجاملكم يعني اقول لكم كده حلو؟ لا، بصوا بقى، هقلب تقليبه، هاخد كده، معلش انا هشيل الخلاط في ايدي املكه اكتر عشان ايه ما زروتش الدنيا، وهعمل كده. الكشك بقى اللي بالجمبري برضو بيبقى فيه صوص احمر كده، بيبقى جميل. كل اكل حاجات اسكندريه والاسكندرانيه حلو بصراحه. كل اهل بورسعيد تحيه ليهم، معانا مصور منهم اهو، نعتز بنفسه جدا، و يعني بنشكرهم جميعا. اكلت احلى عزومات من بورسعيد، من اصدقاء ليا يعني، كنا في المجال، بس طبعا تسلم ايديهم. وطبعا اسكندريه دي عشقي بقى بكل اهلها اللي فيها، ببعت لهم تحيه كبيره، كل اهل اسكندريه، كل متابعينا، تسلم ايدك يا مصطفى من لقناه الاهلي من اسكندريه. وتحيه ليكي يا فراوله لو انت بتتفرجي وشايفانا دلوقتي حالا يا نور عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. وعملنا كشك اسكندراني يا استاذ سمير، صحيح حضرتك اعجبت بيه صح؟ بسم الله. بس خلاص، عايزه برضو يبقى فيه جرشه كده عشان نحس بطعم الفول. وهرجع على نفس الحله، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كده هقلب تقليبه بسيطه. شغل بس هنا النار، ايوه بسم الله، نقلب كده. هو بصوا تقيل لوحده يعني، انا بفكر اصلا ما احطلوش الا دقيق. بصوا قوامه مش محتاج، وهيتقل بعد ما يقعد. انا مش هحط معلقتين الدقيق يعني، حضراتكم بقى عايزين تحطهم دي حاجه ترجع لكم لو حسب القوام، بس هو احنا مش محتاجين. طيب هنقدمه في ايه؟ تعالوا نشوف كده الطبق القمر ده مقدم فيه. بسم الله، الايه، الكشك بتاعنا، كشك الفول. الله 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 الله، بسم الله. هننضف بقى حواليه كده، وتعالوا حوالين الطبق كده، شايفين قوامه حلو ازاي؟ لا لازم تشوفوا قوامه بجد،
هو مش محتاج الدقيق خالص. هناخد بقى البصل المقرمش ونعمل انتوا وقعتوا مني فين؟ ماشي كده تمام يلا بينا. حاضر يا حبايب قلبي، والله الوصفات دي ما لا يعلى عليها بجد، اكلات كده عارفين ايه تفتح النفس صح؟ حط شويه بقى ايه كزبره هنا نكسر اللون ده. حلو الكلام؟ كلام جميل زي بوجي؟ طيب ماشي يلا حبايبي بسم الله. الكشك ده تبعي لاني بحب الكشك جدا. طيب صحه وهنا على قلب حضراتكم، يا رب اكون النهارده قدرت يعني اوفي اللي انا وعدت بيه، والوصفات اللي حضراتكم طلبتوها ما تقولوليش ابدا هي وصفات قديمه احنا عاوزين كذا، حضراتكم تقولوا اللي انتوا عاوزينه على طول ان شاء الله نحققه ونعمله على طول عملي في البرنامج من خلال شاشه قناه الاهلي. واتمنى يا رب دايما الوصفات تنول اعجاب حضراتكم وتكون يعني حاجه من ضمن شطاره وجمال الزمن الجميل جدتنا وامهاتنا، وربنا يدي حضراتكم الصحه والعافيه دايما يا رب. وطبعا دعواتكم معانا لنادي الاهلي ان شاء الله يا رب يفرحهم جميعا ويفرح اللاعبين ويفرحنا كلنا باذن الله. دلوقتي احنا عملنا النهارده اول وصفه المفصصه او الفوليه او الفول المقلي بطريقه بسيطه وجميله، عملنا له طشه حلوه كده تاكلوه بالهنا والشفا. عملنا البصاره بالطريقه بتاعتنا المصريه القديمه الحلوه، عملنا الطماطم المخلله بس ضفنا لها كده اضافه بسيطه تديها طعم حلو، حضراتكم جربوها ان شاء الله تعجبكم. والبتنجان المخلل وازاي سلقناه بالطريقه اللي بنسلقه بيها. عملنا الكشك الفول بطريقه اتمنى يا رب انها تنول اعجاب حضراتكم وتكون يعني على قدر الثقه اللي حضراتكم بتدوها لي. شكرا جزيلا لطبعا متابعه حضراتكم لكلامكم الجميل ولمحبتكم، ربنا يديمها عليا نعمه واشكر رب العالمين عليها هذا من فضل ربي. دلوقتي بقى احنا الماتش بتاعنا خلاص خلص، واسمحوا لنا هنروح نقابل بقى دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. هتقول لنا النهارده موضوع مهم عن المناعه وازاي نقوي مناعتنا وازاي نشوف ازاي المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا. وطبعا في انتظار اتصالات حضراتكم، اذا حابين تتواصلوا معانا ليكم اي سؤال هتشرفنا جدا مداخلات حضراتكم من خلال هذه الفقره. اسمحوا لي اطلع بقى لاستراحه استقبل ضيفتي اللي هتشرفني وتنورني دكتور دينا ابو سعود، في انتظار حضراتكم.